السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. أخوتي اليوم دابا أنا خرجت مع عند الناس، عائلة الناس اللي توفوا ومساكن الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين في مدينة سلا، والله يرحم الأموات ديال طنجة، والله يرحم جميع الأموات يا ربي، والله يبين الحق. قلت لكم خوتي انا دابا يلا خرجت من عندهم، يلا خديت يعني عاودوا لي شنو كاين يعني اخر المستجدات. المهم خوتي اللي بغيت نقول لكم راه ما كاين حتى شي جديد، ما كاين والو، داكشي في يد القضاء، والقضاء تيدير خدمته. البارح يلا كان شي واحد السيد من الشرطه العلميه عاود دخل للدار اللي وقعت فيها الواقعه، وبالنسبه للعائله ديال الضحايا مانعين عليهم يخرجوا باي تصريح. يكذب عليكم الكذاب اخوتي، الا شفتوا شي حد خرج بشي تصريح عرفوا راه غير كذوب ولا شي حاجه، يعني بحيثاش الناس اللي العائله ديال الضحايا مانعين عليهم يخرجوا حتى شي تصريح، حتى شي تصريح حتى يبانوا مولي الفعله ولا مول الفعله. المهم اخوتي انا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، يعني بغيت نعطيكم اخر ما كاين، الله يرحمهم، طلبوا الرحمه وطلبوا لهم المغفره وطلبوا لهم اخوتي بين ربي حقهم. انا راه في حومتي، انتم معايا حومتي تابريكت، اللي كيعرف تابريكت فين كاينين عائله ديال الضحايا، والله العظيم يلا تغديت معاهم مساكن، قالوا لي اختي غزال ما نقدروش نعطيوك حتى شي حاجه، ما نقدروش نبانو بحيث ممنوع عليهم، يعني ممنوع عليهم يبانوا ولا يعطيو شي تصريح لا للصحافه لا لاي حتى شي واحد، لان هذا الشيء هذا ما ساهلش. راكم عارفين القضيه راه ماشي سهله بالنسبه ديال سته الارواح، راه ماشي غير ماشي بنادم مع التفليه هذه، راه سته الارواح اخوتي. الله يرحمهم، الله يغفر لهم. كيما قلت لكم اللي اي واحد كيقول شي حاجه راه غير الكذوب وغير القيل والقال، ما كاين حتى شي جديد في القضيه. والحمد لله القضاء راه داير خدمته، راه تي خدام وكيتحرى على شكون اللي دار هذا الشيء. كل نهار كيمشيو كيهزوا البصمات، الشرطه راه كتبات تما 24 ساعه على 24 ساعه حدا الدار اللي وقعت فيها الواقعه. بلا ما يكذب عليكم شي حد، بلا ما يقول لكم شي حد شي حاجه، راه ما كاين حتى شي حاجه اخوتي. ان شاء الله ملي غتكون شي جديد ولا غتكون شي اخبار راه ديك الساعات غادي نقول لكم، وغادي نخرج لكم فيديو يعني اي حاجه. علاش انا ما بغيتش نبقى ندير الفيديوهات كل نهار كل نهار؟ راهم جيراننا، بامكاني ندير الفيديوهات ندير اللايفات يعني نبقى نهضر، ولكن لا اخوتي انا ما عنديش شي حاجه اللي يعني شي حاجه اللي موثوقه. نفس السيناريو غادي نبقى نعاودو لكم، داكشي علاش ما كاينلاش نبقى نعاود نفس السيناريو بلا فائده، خاصني نعطيكم الجديد. كاين شي جديد واخا كاين، بغينا نعرفوا حنا هاد المجرمين كاملين متشوقين ومحروق قلبنا باش نعرفوا هاد المجرمين اللي داروا هاد الشيء، وبغينا ياخذوا الجزاء ديالهم، بغينا ينالوا العقاب اللي كيستحقوا اكثر. راه شنو نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمهم، الله يجعل مثواهم الجنه، وحنا كنطالبوا باقصى العقوبات الصراحه. حنا الحمد لله يعني بلادنا اللهم لك الحمد عندنا الخيرات، ما كاين زعما الحمد لله، عطينا ربي الشتا عطينا ربي كل شيء، ولكن البشر فيه السم والحقد والغل، الغل الغل اخوتي الحقد، هادشي اللي بغيت نقول لكم. راه الانسان كتبقى تنعكس عليه ديك الطاقه السلبيه ديالو، الله يسر. واش الانسان ما دايرش الموت قدامه؟ حنا راه كنا على الموت، ولا اللي عنده فيلا لا اللي عنده براكه كبحال بحال، لا اللي عنده شركه لا اللي عنده حانوت، كنا غنموتوا. فلهذا الانسان حيدوا منا هذا الحقد وهذا الغل وهذا السم وهذا الشيء هذا، راه كنا غنمشيو عند الله وكنا سواسيه، راه كنا انا لله وانا اليه راجعون. هاد الشيء اللي كاين ما بقاوش يعني نحقدو ولا نحسدو ولا هذاك عنده لا عنده، نقول الله يعطينا منا شعطاه. حيت النفس اماره بالسوء، حنا ما بغيناش نبقاو النفس ديالنا ديما تابعانا في الهلاك، وحنا اصلا غادي تمشي هاد النفس وغيمشي كل شيء عند الله الكريم، لان اي واحد الرجوع ديالو الاصل ديالو عند سيدي ربي اللي خلقنا، حنا كاملين عند دفنو تحت التراب. على ما كاينلاش نبقاو نحقدو ولا نحسدو على بعضياتنا ولا ما، هاد الشيء هذا صراحه والله اخوتي لا كيجيني عجب. وما كاينلاش نبقاو نكذبوا على الناس ميتين، وما كاينلاش نبقاو نتاجروا بالكذوب ونبقاو راه تنديو اخوتي غا فلوس. راه حنا كنا بعدا اصلا، لا جينا نحقوا في راسنا، حنا كاملين دايرين الاخطاء، حنا كاملين دايرين الاغلاط بزاف بزاف.
وحنا ما كرهناش بلادنا تكون القدام. حنا الحمد لله راه مالكنا الله يحفظه لينا، راه زايد لينا بلادنا القدام الحمد لله. ما عندنا مشاعة، ما عندنا قهرة، راه غير الناس الجوع في قلوبهم، والناس اللي شنو نقول لكم اخوتي، اللي كيبقى يكذب ولا كيبقى يتاجر بمآسي الناس، راه اليوم عليا وغدا عليك. هادشي اللي بغيت نقول لكم، الانسان ما عارفش واحد الحاجه، نقول الله اعلم واش الادسانس ولا شي حاجه هي اللي غادي تنفعني غدا قدام الله، ما غاديش تنفعني. الله يفرج على كل واحد، الله يفرج كل مهموم، الله يرحم كل ميت يا ربي الحبيب. الله يرحمنا جميعا ويرحم امتي محمد اخوتي، الله يرحمنا ويرحم امتي محمد. الله يرحمنا احنا في الدنيا باقي ما متناش، والله يرحمنا والله يهدينا على بعضياتنا. وش غنقول لكم، لا اله الا الله، ما بقى ما يتقال، غير كنجرو في الهضره وصافي اخوتي. هاد الفاجعه الصراحه الماتنا، وما غاديش نرتاحوا حتى نهار اللي يبان الفاعل، حتى يبانوا عاد غادي نرتاحوا ونعسوا في ديورنا هانيين. حيت حنا مدينة صلا كنا مروعين وخايفين، وكنطلبوا حنايا صابرين في حقنا في اي حاجه، في التطبيب، في كل شيء، ولكن بغينا حقنا في القضاء، بغينا القضاء يكون عادل، مع هاد المجرمين. راه قهرونا اخوتي في حياتنا، قهرونا المجرمين، بغينا القصاص. اي واحد تقدروا تسامحوا معاه، اي واحد، الا المجرمين القتاله، البيدوفيل، المغتصبين، هادو ما بغيناهمش للتسامح، ما سامحينش ليهم، بغينا ليهم القصاص، بغيناهم يموتوا وما يبقاوش فينا. بحال هذاك المجرم اللي قتل عدنان، بحال منهم هادو ماشي ديال الباش، ماشي بشر، ماشي انسان، وما عمره عاد يعاود يتبغى ولا غادي يتقبل في المجتمع ديالنا. حنا كمغاربه حنا بغيناهم يموتوا، هادو اللي كيديروا هاد الافعال بغيناهم يموتوا اخوتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وتحياتي لكم جميعا خوتي داخل المغرب وخارج المغرب، خوتي اللي كيبغوني واللي تايقين فيا، وراكم عارفين اختكم فاتره كتجيب لكم يعني اي حاجه اللي غادي الحقيقه، ما كاين لا عنوان كاذب ولا تفليه ولا والو. بغيت نقول لشي ناس اللي قالوا لي في التعليق بان درتي العنوان الحقيقه كامله، هي انا ما قلتش الكذوب، الحقيقه كامله هذه. علاش؟ حيت نهار كانوا كيكذبوا كيقولوا حقه هو ولدهم اللي قتلهم وداك الشيء. هذاك الفيديو راه دازت عليه دابا مع 4 ايام، يعني في الاول. دابا الا شفتوني قلت مثلا الحقيقه كامله وفي الاخر كذبت، غتعرفوني كنكذب. لا خوتي ابدا عمركم غادي تشوفوا شي حاجه ديال الكذوب ولا شي مثلا ديك مينياتير وداك الشيء ديال الكذوبات. انا راه ما عنديش، كون كان عندي داك الشيء كون طلعت قناتي، وكون كنت بغيت نتاجر بمآسي الناس كون طلعت قناتي، وكون بغيت نبقى نتسب مع الناس كون طلعت قناتي، وكون بغيت راه كل شيء باين. وانا خوتي راه ماشي ما كنعرفش، راه كنعرف اي حاجه في اليوتيوب، راه كنعرفو نديرو مينياتير، كنعرفو نكذبو في العنوان، ولكن لا، شنو غنقولو لهذاك راه هو اللي فوق منا كيشوفنا على قبل جد ريال. غادي الانسان غادي يبيع مبادئه ابدا، واخا تبقى هاد القناه عمرني شد منها حتى درهم، وغادي نبقى نقول الحقيقه. كانت شي حقيقه راه غادي نقولها، ما كاينش راه ما كاينش. يلا مع السلامه، خليتكم على خير.